السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتي، قناه شيوخ فاطمه المغربيه. اليوم ان شاء الله خواتي جي نشارك معكم كرواسون. بسم الله والنبي رسول الله. عندي 6 كيسان ديال الدقيق بهذا الكاس، هذا كاس ديال العنبه، 6 كيسان. بسم الله. عندي دابا البيض، عندي هنا بيضه واحده. بسم الله. غادي ندير جوج معالق ديال الخميره، ندير جوج معالق ديال الخميره. عندي هنا قبيصه ديال الملح، عندي نص كاس ديال سنيده، عندي نص كاس ديال الزيت، غادي ندير واحد جوج معالق ديال الزبده. درت هنا معلقه ديال الزبده. بسم الله. بسم الله. العجينه ديالنا بالماء دافي، الا عندكم الحليب ديروا الحليب، انا عندي جمع العجينه بالماء دافي. بسم الله. غادي نعاود لكم المقادير. عندي بيضه، عندي نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، عندي قبيصه ديال الملحه، عندي معلقه ديال الزبده، وغادي نجمع العجينه بكاس ديال الماء دافي. الكريبيصه كتجي زوينه بهاد المقادير. وحشنا كرواسون، قلنا علاش ما نديروه في دارنا. الا ما كفاكمش الكاس الاول ديال المدافي زيدوا واحد الكاس، غير هي كرواسه ما تخفوهاش ما تجريوهاش، دائما خليوها قصحه شويه، ملي جريتوها راه ما كتجيش كرواسه زوينه، كتجي كي سبحان الله كتجي كي الحريره، ما كتجمعش في يديكم. دابا راه عادي نجمعها. جمعت العجينه المشاهدين ديالي، ها هي فين هي العجينه، تبارك الله خليها قاصحه ما خليش ديروهاش جاريه تجيكم كي العجينه ديال البغرير، ما بغيتش تجمع لكم. انا خليت العجينه ها هي تبارك الله مطلوقه، ما هي قاصحه ما هي خفيفه. دابا غادي نخليها ان شاء الله تستراح واحد 10 دقائق ورجع ان شاء الله نورقوها. حطيتها بهاد المويكه ها هي، غادي نخليها تستراح مزيان ورجع ان شاء الله نورقها. المشاهدين ديالي، بعد ما تسرحت العجينه انا كندخل فيها الزبده، وهنا هاد المانغارينا راه حيت منها واحد الربع لحقاش درت معلقه ديال الزبده ودرت نص كاس ديال الزيت. دابا راه ما درت الزبده في العجينه، دابا راه كنطويها بحال هكا، وعادي عاوتاني نخليها تستراح وعاد نرجع ان شاء الله نطلقها. ها هي غادي نخليها تستراح، نغطيها بواحد المويكه ونخليها تستراح ونرجع نورقها ان شاء الله. بعد ما ارتاحت العجينه 10 دقائق المشاهدين ديالي، غادي نورقها التوريقه الاولى ونطويها ونخليها عاوتاني تستراح. بسم الله. انا بديت كنورقها على الطوله باش ملي تجيو الطويها تلقاوها سهله. هاد الكرويصه كتجي رائعه تبارك الله، والله كتجي يا سلام. دخل فيها الزبده مزيان قلب. دابا راه نطويها الطويه الثانيه، هانتوما المشاهدين ديالي، كاين واحد 5 دقائق ونطلقها. مع عمركم تجربوا على الكرواسه ديالكم، قد ما كتستراح قد ما كتجيكم ساهله تبارك الله في الطلاق وكتجي زوينه. انا نخلي واحد 5 دقائق نعطيها لمويكه ونخليها تستراح عاوتاني ونرجع نطلقها. خليتها تستراح واحد 5 دقائق انا رجعت نطلقها. باش كندخل فيها الزبده مزيان، ندخل فيها الزبده مزيان وكتقد كرواسه. طويتها مره ثالثه عاوتاني، عادي نخليها تستراح واحد شويه
ونرجع ان شاء الله نطلقها ونخدمها مع خوتي. نسترحب، انا وليت عاوتاني كنطلق دابا الطلقه النهائيه. هذه هي الطلقه، فاش غادي ان شاء الله غادي نسالي معاها صافي في خطره. الدور معها كامله بحال هكا، تجي دايره ما تجيش. صبره بديت كنطلق فيها مزيان، تجي مستطيله باش تجيكم ساهله ان شاء الله في الطاويه. دوزوها كامله مقاده في الطلق بالدلاك، ماشي يجي جهه حتى من جهه، تجي كامله مقاده ان شاء الله. هاد الكحوليه المشاهدين ديالي راه غير قطعت الشوكولاط حداها و كرواسان المشاهدين كان عباره 4 سنتيم وكنبدا نقطع. انتم معايا تبعوا معايا باش كتجي كرواسان مقاده في العبارة عبر واحد. كندوز معاها كامله بغيت تقطعها هكا باش كتجيني عبر واحد، شي ما فايت شي. بهذه بلاش بلا ما نعبرها المشاهدين، راه 4 سنتيم بحال هكا كامله كندوزها هكا وكنقطع. هانتوما كتشوفوا الصوره قدامكم، ها هي تبارك الله، راه شي قد شي، راه ما كنديرش انا شي فايت شي، كنعبر عيني ميزاني، كنعبر دائما كنجيب كرواسون قاده مع اختها. المشاهدين ديالي هاد الطرف هذا اللي انا غادي نوصل اللفان ديال العجينه، هاد الطرف هذا دائما ديروه لتحت وبركو عليه. هاد الطرف هذا اللي غادي يبقى دابا كديروا له بحال هكا وكتبركو على العجينه باش العجينه كتلصق. ها انتم كتشوفوا المشاهدين بحال هكا، ندوز معها كامله بحال هكا، بحال هاد الكريوسه هذه كتجي واعره تبارك الله، ملي كتخمر وكطيب والله الا كتجي رائعه. انا دابا ندوز معاها كامله هكا وراه كنكثر فيها الشوكولاته زعما، ماشي انا عزيز عليا الشوكولاته كناكلها سبحان الله غير هكا بلا خبز. ها انتم كتشوفوا دابا كامله ندوزها بحال هكا ونبرك عليها. الكرواسه قديناها المشاهدين ديالي، انتم كتشوفوا شوفوا تبارك الله، راه ديرت هنا 6 ديال الكيسان معبورين عندي، وإلا بغيتوا تجيكم قليله ديروا انتم على حساب القياس ديالكم. انا هنا دايره 6 ديال الكيسان، عطاوني تبارك الله، شوفي الطاوه عامره تبارك الله مازال. ان شاء الله ملي غادي نطيبها نشارك معكم نقول لكم شحال ديال الحبات درت تبارك الله نص ديال الكيسان. ها انتم المشاهدين ديال الغالي تبعوا معايا الطريقه من البدايه حتى النهايه ان شاء الله. تخمر ان شاء الله المشاهدين ديالي، عندهنوها صفار البيض وندخلوها الطيب، ملي غادي طيب نشاركها مع خوتي.